دكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مساء الخير يا دكتورة. قولي لي، يعني أنا بصراحة منبهرة جدا بهذا المشروع، قولي لي ماذا يمثل لك هذا المشروع أو ماذا يمثل لمصر في قضية ثروتها السمكية. مساء الخير أستاذة لميس. مساء النور. أنا عايزة أستعير الترم اللي حضرتك قلتيه، الله عليك يا مصر لما بتخصص وتنظم وتدرب وتطلع بمنتج متميز زي اللي شفناه النهارده. الحقيقه المشروع متكامل، المشروع يمثل لينا نموذج للاستثمارات القادمه، نموذج متكامل ما فيش فيه حاجه ناقصه، ما فيش فيه نقطه غابت عن التنفيذ. الحقيقه اللي هو حمدي بدين عمل منظور، اللي هو حمدي بدين لازم اشكره طبعا طبعا. ايوه الحقيقه شركه وطنيه للاسماك. الحقيقه قايم بجهد كبير جدا، وعمل منظومه ما بين الحقيقه المتميزين في القوات المسلحه والمتميزين في القطاع المدني من الباحثين والخبراء. ده سؤال مهم جدا، في قطاع مدني شغال في هذا المشروع دكتوره؟ بالظبط كده حضرتك، احنا كوزاره الزراعه شغالين من قطاع الثروه السمكيه، من المعاهد البحثيه، الجامعات شغاله معاهم، وكل العاملين اللي تم تعيينهم هم القطاع المدني، لكن داخل في منظومه القوات المسلحه اللي احنا كلنا بنحترمها وبنقدرها، عمليه ارساء النظم ووضع نظم ومعايير الكل بيمشي عليها، وهي دي الاليه يمكن اللي احنا بنفتقدها في القطاع المدني، وهي دي اللي بيتم تحقيقها ما بين عمليه التلاحم ما بين القطاع القوات المسلحه اللي عندهم نظام واحنا المدنيين. يمكن يعني النتيجه في الاخر نتعلم النظام ونتعلم ان احنا كلنا بنشتغل فريق عمل واحد، وده اللي احنا شفناه. احنا بنشتغل معاهم على فكره طول المشروع، والباحثين زملائي من مركز البحوث الزراعيه شغالين معاهم، وده اللي بنقول عليه المنظومه المتكامله. المشروع نفسه فكرته وتخطيطه كمان على اعلى مستوى. يمكن انا زرت بلاد كتير في العالم، الحقيقه انا شايفه صوره متميزه متميزه، الاداء متميز، عمليه اقامه يعني كل تفاصيل المشروع. والمشروع بس مش احنا حاطينه في حته ضيقه، ان هو هيدينا 25% من احتياجاتنا من الاستيراد، لكن المنظومه الاهم كمان ان هو بيمد المنطقه كلها باحتياجاتها، لان احنا المنطقه دي منطقه استزراع سمكي بالنظام القديم التقليدي. الاعلاف ما كانتش متوفره، فالمصنع ده هيمد الاستزراع السمكي اللي حوالين المنطقه بالاعلاف المطلوبه، لان الاسماك ليها اعلاف خاصه. كمان عمليه المصانع الثلج اللي موجوده، وكان الصيادين حتى الصيد الحر كان بيبقى عنده مشكله ان ما يكونش عنده الواح ثلج وهو طالع يصطاد، عشان يحافظ على الاسماك وسلامتها في عمليه الصيد، ده موجود. وعمليه التداول وكمان عمليه التغليف، كل دي اضافه. حضرتك المصنع اللي حضرتك عرفتيه دلوقتي، المصنع ده زي مسيرته في العالم كله، ويطلع انواع مبرده ومجمده ونصف مطهيه. هذه المزرعه هي يعني زي ما انا فهمت كده هي الاكبر من نوعها في الشرق الاوسط. صحيح صحيح صحيح. طيب اذا بتوفر بالفعل قد ايه من اللي بنستورده؟ 27% تقريبا؟ تقريبا هتوفر لنا 25%. يعني ربع ما نستورده. ربع ما نستورده، يعني احنا محتاجين كمان يعني ثلاث مزارع علشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي. انما انا شايفه ان دي نموذج، انا يعني توقعي ان المستثمرين هيجوا علشان يقلدوا هذا المشروع العملاق. بالذات انه كمان في كل السيرفيسز موجوده، يعني هنا هو حط كل الخدمات، فيقدر يعمل جنبها بقى مزرعه اخرى ومزرعه ثانيه ومزرعه ثالثه، بما انه التغليف موجود والتصنيع موجود والفوم موجود والثلج موجود، يعني كل المكملات لهذه الصناعه موجوده. ومركز البحوث والتطوير موجود، وكمان مركز للتدريب موجود، وكمان يعني الحقيقه هيمد المنطقه كلها بعمليه الجذب شديده جدا للاستثمار، وهو ده يمكن هدف كمان من الاهداف المهمه في اقامه هذا المشروع. احنا يعني النهارده احنا كنا سعداء الحقيقه ان يعني الوعد اللي وعده للمواطنين السيد الرئيس تم تنفيذه، وبجديه ويعني بصراحه حاجه مشرفه. احنا شغالين معاهم دلوقتي عشان يتم اعتماد
المعامل المقامه اعتماد ايزو 17025 عشان اعتماد الجوده، على اساس حتى في التصدير يكون منتجنا جيد لمصر وجيد للخارج ان شاء الله. احنا بنستورد قد ايه دكتوره؟ تقريبا بنستورد ايه 300,000 طن؟ بنستورد من 250 ل 300,000 طن متراوحين في السنه. وده انا شايفه ان الانتاج من هذه المزرعه زي ما حضرتك يعني النهارده هيجيب لنا 25% مثلا من اللي بنحتاجه، 5 ل 27. انا بعتقد ان دي اضافه كبيره، وكمان مش كمان الكميه، هو كمان نوعيه الاسماك اللي طالعه. نوع السمك بقى اشرحي لي، ده احنا بنتكلم سمك ميه مالحه مش كده؟ احنا برضو ميزه المنطقه دي ان فيها النوعين، هي على بحر وفيها ميه عذبه، ففي احواض لانتاج الجمبري واحواض لانتاج اسماك الاسماك البحريه واحواض لانتاج البوري والبولتي اللي هي الاسماك المصريه الشعبيه. وبالتالي هنا حتى لو بصدر اسماك عاليه القيمه فانا ميزه نسبيه لينا ان احنا ممكن نستورد بديل اسماك انواع ارخص عشان عامه الشعب، لكن انا بقول ان كمان مش بالكميه لكن بالنوعيه. النوعيه متميزه جدا في عمليه لتزاع السمك اللي موجود في هذا المكان. بشكرك دكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه.